بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم أمين. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا في برنامجكم الحياة أخلاق، ولسه مكملين مع قصة سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام، لسه في سورة الأنبياء. تعالوا بنا نقرأ الآيات الكريمات البينات. يقول مولانا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. صدق الله العظيم. هذه الآيات الكريمات تتمة لما قبلها من آيات. المرة اللي فاتت اتكلمنا من أول قول الله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. رد قوم سيدنا إبراهيم عليه وقالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ هو أنت بتستهزئ بآلهتنا يا إبراهيم؟ وقلنا قبل كده: أتينا إبراهيم رشده، يعني هداه، من قبله، يعني قبل النبوة. ربنا اداله ذكاء، يعني يفكر وعقل يبحث به عن الحقيقة، لذلك امتن عليه وقال: وكذلك نوري إبراهيم. ربنا اللي وراه وعرفه ودله عليه سبحانه وتعالى. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ فرد عليهم سيدنا إبراهيم، قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. إلهنا وربنا واللي بنعبده سبحانه وتعالى الذي فطر السماء. فطر يعني خلق، أبدع، صور، خلق كل شيء فأبدع صنعه، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، خلقهن وأبدع صنعهن سبحانه وتعالى، وأنا على ذلكم من الشاهدين. أنا شاهد عيان على أن الذي خلق وصور وأبدع ونسق ورتب وصمم هذا الكون البديع هو الله، بدليل الآيات اللي قبل كده: نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، فلما جن عليه الليل رأى كوكب، بعدين رأى القمر، بعدين رأى الشمس، وبعدين قال: لا، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وبعدين أقسم: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. إلى الآن لسه ما عملش حاجة سيدنا إبراهيم، هيعمل بقى في هذه الآلهة وفي هذه الأصنام وتلك التماثيل. عمل إيه سيدنا إبراهيم؟ هقول لك بعد الفاصل، خليك معايا وصلي على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولى. رجعنا لكم تاني ولسه مع قصة سيدنا إبراهيم. يقول جل وعلا على لسان سيدنا إبراهيم: وتالله، يقسم،
لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. لأكيدن يعني لأمكرن بهم مكرا، لأفعلن معهم فعلا تعلمون وتوقنون أن هذه ليست آلهة. الإمام السدي يقول في التفسير إن القوم قوم سيدنا إبراهيم جابوا طعام وقربوا هذا الطعام إلى الآلهة، وقالوا بعد أن نأخذ بركة الآلهة نأكل هذا الطعام. وضعوا الطعام في مكان أو في غرفة كبيرة وانصرفوا، فجاء سيدنا إبراهيم ومعه فأس، فسيدنا إبراهيم يسخر من الآلهة ويقول لهم إيه؟ أفلا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. في آية تانية الكلام ده قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، قالوا ابنوا له بنيانا، إلى آخر الآيات هيجي بالتفصيل والتوضيح. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فسألهم ليه أنتوا لا تأكلون الأكل أمامكم، لماذا لا تأكلون؟ هو يسخر منهم سيدنا الخليل. فجعلهم جذاذا، جذاذا يعني قطعا، قطع صغيرة، قطعهم إربا وقطعا، إلا كبيرا لهم. خد بالك لم يقل إلا الكبير، ولم يقل إلا كبير الأصنام، لا، إلا كبيرا لهم. جابوا منكر، ما جابوش معرف بأل. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ده كسر الأصنام والتماثيل بالفأس، ووضع الفأس على الكبير بتاعهم اللي هو الصنم الكبير بتاعهم، لأنهم كانوا عاملين أكثر من صنم وأكثر من تمثال. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فلما جاءوا ودخلوا على المكان اللي فيه الأصنام وفيه طاولات الطعام، وجدوا التماثيل قد قطعت قطعا وإربا، فقالوا إيه؟ من فعل هذا بآلهتنا؟ مين اللي تجرأ وفعل هذا بالأصنام وبالآلهة اللي بنعبدها؟ من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، ظلمنا بفعله وظلم نفسه بفعله، لما سيناله من عقاب. من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا جماعة منهم سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. هو كان سبق بقى وقال لهم إيه اللي أنتم بتعبدوه؟ قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فقال لهم لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. فإحنا سمعنا حد بيذكر الآلهة بسوء اسمه إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس، هاتوه أمام كل جموع الناس وأمام القوم لعلهم يشهدون، يشهدون ما سنفعل به وما سننزله به من عقاب أليم جراء ما صنع بآلهتنا. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. بدأوا يسألوا سيدنا إبراهيم، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فرد سيدنا إبراهيم بسخرية واستهزاء، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. طبعا استهزاء ورد بسخرية، وهم يعلمون أن الآلهة لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، إلا أن سيدنا إبراهيم استهزأ منهم على الملأ عيانا بيانا. اسألوا الكبير بتاعهم هو اللي فعل كده، ولا مين اللي فعل كده بالآلهة؟ فبهتوا جميعا والله لا يهدي القوم الظالمين. ايه بقى اللي حصل والعواقب اللي حصلت بعد تكسير الأصنام، وايه اللي عملوه مع سيدنا إبراهيم؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة اللي جاية ان شاء الله. هروح فاصل وارجع لكم تاني، خليكم معايا وصلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولا. رجعنا لكم تاني مع الفقرة الفقهية. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه،
وألا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا، اللهم آمين. ورد إلينا سؤال من أحد المشاهدين يقول فيه: هل يجوز تخصيص يوم الجمعة بزيارة المقابر؟ وهل هناك فضل للزيارة في هذا اليوم؟ أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد أن زيارة المقابر فوائدها عظيمة وعميمة. من أهم فوائدها أنها ترقق القلب وتذكر الإنسان بالدار الآخرة. لما تروح المقابر وتنظر إلى القبر: انظر إلي بعينك، القبر بيكلمك بلسان الحال، انظر إلي بعينك، فكر في بعقلك، أنا مكان المنايا، كم جاء مثلي لمثلك، كم واحد مات من أبائنا وأجدادنا وأباء الأباء والأجداد والصحابة والتابعين وأهل البيت والأولياء وزوجة النبي وسيدنا النبي. ربنا قال له كده: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. كل باك فسيبكى، كل ناع فسينعى، كل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى. كلنا أموات، أولاد أموات، لن يعمر أحد في هذه الدنيا. وربنا حسم القضية وقال لسيدنا النبي في القرآن: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. طالما سيدنا النبي انتقل إلى جوار ربه، هل أحد يستحق أن يخلد في هذه الدار؟ بالطبع لا، لا أحد يستحق أن يخلد فيها. فالسائل بيقول: هل يجوز تخصيص يوم الجمعة بزيارة المقابر؟ لا مانع، لا حرج إنك تروح تزور الأموات يوم الجمعة من باب التذكر بالآخرة ومن باب ترقيق القلب. وسيدنا النبي في الحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، والآية الكريمة: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. لما تروح تزور المقابر القلب هيرق، والأموات بيأنسوا بالأحياء. لما تروح تزور ميت يأنس الميت بالحي ويشعر به، وما تقرأه عنده من قرآن أو تدعو به من دعوات يعود بالنفع عليه. وصدق جارية للميت: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فلا حرج إنك تخصص يوم الجمعة لزيارة المقابر. وإن لم يفعل هذا سيدنا النبي، يعني سيدنا النبي لم يفعل هذا، يعني لم يفعله النبي. بعض الروايات بتقول إن السيدة فاطمة بنت سيدنا النبي كانت بتزور سيدنا الحمزة كل جمعة، والرواية دي أخرجها عبد الرازق الصنعاني في المصنف، ولكن للأمانة أنا لم أقف على إسناد هذه الرواية ولا على صحتها. فممكن إنك تروح تزور الأموات يوم الإيه؟ يوم الجمعة. لكن هل هناك فضل للزيارة في هذا اليوم؟ ليس هناك فضل معين إنك لو رحت الجمعة هتاخد ثواب أو أجر كذا، لا. لكن في أي وقت زور الأموات واذهب إلى المقابر وسلم على أهلها، حتى لو لم تعرف أهل هذه المقابر ولا سكان هذه المقابر، سلم عليهم زي ما علمنا سيدنا النبي: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وتدعو الله بما فتح الله به عليك من دعوات عند المقابر، لأن الأموات يأنسون بالأحياء. وتقرأ القرآن وتهب ثواب القرآن لهؤلاء الأموات. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، ونسأله جل وعلا أن يرحم موتانا وموتاكم وموتى المسلمين، وأن ينزل شآبيب الرحمة والرضوان على قبور آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأشياخنا وأساتذتنا. وأسأله جل وعلا أن يرحم شهداءنا في غزة، وأن يسكنهم فسيح جناته، كما أسأله جل وعلا أن يلهم أهل الشهداء الصبر والسلوان، وأسأله جل وعلا أن يخفف عنهم ما هم فيه. يا رب أرسل على اليهود صاعقة من صيب فضلك لا تبقي ولا تذر،
واسلبهم الحلم والإمهال إنهم آذوا عبيدا إذا ذلوا لك اعتذروا واسلبهم الحلم والإمهال إنهم آذوا نساء إذا ذلوا لك اعتذروا واسلبهم الحلم والإمهال إنهم آذوا شيوخا ركعا وأطفالا رضعا إذا ذلوا لك اعتذروا. اللهم آمين يا رب العالمين. وصل اللهم على الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشوف حضراتكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.